ستيسي لم تأكل شيئا، هناك شيء؟ لا يا باربي، أنا فقط لست جائعة. ولكن كيف يا ستيسي؟ كيف؟ لا أدري. ستيسي، لماذا لا تأخذيها معك إلى المدرسة وتأكليها هناك؟ لا، سوف أشتري شيئا من المقصف. أليست لذيذة؟ بصراحة أنا لا أحب أن أخذ معي طعاما للمدرسة. يا باربي، حسنا، ولكن لما تأخذي لك بسكويت، عصير؟ لا 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 أريد. حسنا. سكيبر، صباح الخير. لقد استيقظت مبكرا هذا اليوم. هاجل، لأني حلمت بكابوس ولهكذا استيقظت. هكذا إذا. هيا تعالي وتناولي الطعام. ما هو الكابوس يا سكيبر؟ اسمك. أظن أنه سينقوى تلك الفتاة. شطف تسمعك. أنه الباص. هيا كريسي، إلى اللقاء باربي. إلى اللقاء. أنا سوف أذهب إلى الخارج أنتظر الباص. حسنا ستيسي، إلى اللقاء باربي. إلى اللقاء عزيزتي. خالة سكيبر، هل يمكنك أن تقولي لنا ما هو الكابوس؟ أجل أخبرينا، أنا أريد أن أسمع قصة الرعب. أنا حلم ليس قصة. أجل أخبرينا. هيا أجل هيا. باربي، ماذا؟ متى يذهبون؟ أنا بالغزب الرعب. أنهم يتأخرون قليلا، سوف يذهبون الساعة 8. ماذا بك؟ ألا تحبين أنا؟ بلى، اكملوا طعامكم هيا. حسنا. إنه شون. مرحبا شون، صباح الخير. صباح الخير يا ستيسي. هل تنتظر الباص؟ أجل، وأنا أيضا. أين أختك ميسا؟ أنها لم تستيقظ بعد. أجل، لأنها ستذهب إلى الجامعة الساعة 9. أجل، وأنا أيضا أختي سكيبر، ولكنها استيقظت مبكرا. أجل شون، اليوم أول يوم مدرسة لك هنا في مالبو، أليس كذلك؟ أجل. ما هو شعورك؟ متوتر كثيرا، لا أعرف أحد. لا تقلق يا شون، أنت لطيف جدا، سوف تكون صداقات من أول يوم. حقا؟ أجل. شكرا يا ستيسي. عفوا، لا تخف. ها قد أتى الباص. إلى اللقاء شون، حظا موفقا. إلى اللقاء. ستيسي، لك محظوظة، أنا انتظرت مثل نصف ساعة ولم يأتي الباص. ها قد أتى وأخيرا. اسمعي يا خالي سكيبر، ثم الساحرة أكلت التفاحة بدل الأميرة وماتت. أليست مضحكة؟ خالي سكيبر،
هل تسمعيني؟ خالص كبار. نسمعك يا عزيزتي. أجل مضحكة. حسنا حنذهب الآن. خالص كبار هيا، أنت قلت لنا إذا أخبرناك بحلمتنا سوف تخبرين بكابوسك. شكرا جاهي. أنا آسفة يا أنابل، سوف أخبرك وقت لاحق، لدي مكالمة من صديقتي. حسنا، هذا مؤسف. مرحبا جاهي. هل أيقظتك من النوم؟ لا، أنا كنت مستيقظة، أنا فقط كنت أتناول الإفطار. كيف حالك؟ أنا بخير. من هناك؟ الوقت باكر. اسمعي يا سكيبر، سوف أذهب معك اليوم إلى الجامعة بسيارتك، لأن سيانغ وميسا سوف يذهبون بسيارتي إلى الجامعة، ولقد طلب مني أن أذهب معك كي توصلين إلى الجامعة. حسنا جي. ماذا بك يا سكيبر؟ كيف تسمح لسيانغ بأن يوصل ميسا إلى الجامعة؟ إنها ساحرة، أنا أشك بأنها تمارس السحر الأسود على أخي، أظن بأنها من قامت بتغيير اسمك من الطلبية ووضعت اسمها عليه، أنا متأكدة من ذلك. أنا خائف أن تقوم بعمل السحر لأخي سيانغ وتأخذه منك. سكيبر لا تخافين. سكيبر ماذا بك؟ حسنا جاهي، أنا قادم إليكم، سوف أتجهز أولا. وداعا. ماذا هناك يا سكيبر؟ ما تريد منك جاهي؟ لا شيء، هي فقط يريد مني أن أوصلها إلى الجامعة بسيارتي، لأن سيانغ وميسا سوف يذهبون بسيارتي، ولهذا ستذهب جاهي معي بسيارتي فقط. والآن سوف أذهب وأتجهز. باي باي. حسنا. لا 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 لا. أمي، ماذا؟ أظن أن خالص كبار جون. أجل، هناك شيء عليها ملاحظات. أجل، أنت محقة، أنها تبدو غريبة الأطوار. ربما هناك الكثير من السكر في قهوتها. أجل، هكذا جنات. الناس كبر لا تحب السكر. هذا غريب، إذن هي مجنونة. أمي، متى سيأتي الباص؟ لا أدري. أمي، متى سوف يأتي الباص؟ لقد تأخر. يا إلهي نبال، هذه عشر، ماذا تسأليني؟ لا أدري. أنا آسفة، أنت وخالص كبار غضبون مني كثيرا هذا الصباح. أمي اسكتيها. نبال، نحن فقط لا أدري. أنا بلا صمتي. وأخيرا ذهبوا. هاي، مرحبا. مرحبا سكيبر، جدا جميلة. شكرا، أنا سوف أذهب الآن إلى جهي. حسنا، ودان ودان. خلاص كبر، ألم تذهبوا؟ ماذا؟ هذا صوت نبال وإزبال. أمي أمي، أين الباص؟ أليس باصكم؟ بلى، أنا فقط أتى يخبرنا أن اليوم إجازة مفاجئة من الروضة. أجل أجل، ياي، سوف نلعب ونأكل، ياي، أليس هذا ممتعا يا أمي؟ أجل أجل، ولكن فتيات، أن ماما تشعر بالصداع والتعب، أرجوكم العبوا بصوت منخفض. حسنا حسنا أمي، هتريدين شيئا؟ لا شكرا، نحن سنذهب للغرفة. ياي.
يتمون العملية. رأسي أنا صوتها معالي. المجد كيبان خذيني معك سأذهب معك للجامعة. سأذهب معك للجامعة. مرحبا يا أصدقائي، أنا باربي، أنا طالبة جديدة. سكيبار أمي أين العصير؟ ثلاجة. شكرا. ماذا بك؟ لا شيء. أمي النشطة، ساعديني لا أرى أصل. صلقي. غيرت رأيي لأقول شيئا. أمي هل أنت متأكدة أنك بخير؟ أرجوك. حسنا. حسنا أمي أبي، نحن ذاهبون إلى اللقاء. إلى اللقاء رفقتكم السلامة. إلى اللقاء أمي وأبي. إلى اللقاء خالتي وخالي. إلى اللقاء عزيزتي. انتبهوا على أنفسكم. حسنا. هيا سكيبر. هيا سكيبر، صباح الخير. مرحبا سكيبر. مرحبا. هيا تعالي يا جهيف، فلنذهب. هيا هيا. لحظة يا سكيبر. أخي أنت أذهب مع سكيبر لأني أخاف من قيادة سكيبر للسيارة. تعلم أنها متهورة كثيرا. أرجوك اذهب معها. أنا سوف أذهب مع ميسا بسيارتك إلى الجامعة. ها ماذا قلت؟ حسنا جهي، أنا موافق. شكرا يا أخي. تبا لك يا جهي، سوف تريني الذاكرة. اي جهي هيا فلنذهب. سكيبر أنا سوف أذهب مع ميسا بسيارة سيونغ. لقد غيرت رأيي، سيونغ سوف يذهب معك. ماذا؟ لماذا هل تخافين من قيادتي؟ هاجل. حسنا لا بأس. يا سيونغ. وماذا عنك؟ هل تخاف من قيادتي؟ لا، أنا لا أخاف منك. عشان إذا. هاي سكيبر، هل نتسابق؟ حسنا. ألا تعلمين أن أنا سكيبر السريعة؟ سوف تخسرين يا جيهي، لماذا تريد أن تسابقي؟ فقط لا شيء. هيا. حسنا. هيا استعداد انطلاق. يا إله، لقد مثل الصاروخ. سكيبر ابتعدي عن الباب. أجل. حسنا هنا سنقف. لقد وصلنا بسرعة ولم تصل جيهي بعد. هيا فلندخل. لا، دعينا ننتظر وصول جيهي مع ميسا. ماذا؟ أجل. دعينا نتحدث قليلا هنا. عن ماذا نتحدث؟ عنا نحن الاثنين يا سكيبر. اسمع يا سكيبر، أنا أعلم بأنك متضايقة من وجود ميسا كثيرا وخائفة من أن ميسا قد تؤثر في علاقتنا، أليس كذلك؟
ولكن تأكدي أن هذا الشيء لن يحدث أبدا، لأنك أنت يا سكيبر حبي الأول والأخير. أنا أعلم لماذا جاهي فعلت هكذا، أنها لا تخاف من قيادتك، بل بالعكس هي تريدنا نتحدث نتصالح. أجل، أنا أعلم ذلك أيضا. لقد وصلنا. أدرين يا ميسا أن خطتي نجحت، أنهم يتحدثون. مرحبا. يا إلهي جاهي، لما تسرعين؟ لكي أصل قبل سكيبر، لكن كما ترين لقد خسرت. أرجوك لا تفعلي هذا مجددا، أني لا أحب الحركات الطفولية. كما تشاءين، هيا فلنخرج. هل وصلتم للتو؟ لا، لقد وصلنا منذ وقت طويل، ولكن جلسنا ننتظر وصولكم كي ندخل معنا للجامعة. أها، حسنا، هيا فلندخل. هيا. ها هي الجامعة. واو، إنها كبيرة. أجل، إنها أكبر جامعة في مالكم. أجل. لقد اشتقت لها يا سكيبر. حقا؟ أجل، أنا اشتقت لصديقاتي. وأنا أيضا. أين هم؟ ها هم، هيا فلنذهب. حسنا. إيه مرحبا. أوه سكيبر، كيف حالك؟ كيف كانت الإجازة؟ ممتعة. كيف حالك يا جيهي؟ أنا بخير، ولقد استمتعت بالإجازة كثيرا. أين هو سيونغ؟ أوه نو، هناك. من هذه الفتاة التي مع سيونغ؟ أوه هذه صديقته منذ الطفولة ميسا، لقد أتت من كوريا إلى مالبو لكي تدرس. إنها جميلة جدا. فقط هذا كان كل شيء، لم أفعل شيئا في الإجازة سوى النوم والأكل. وماذا عنك؟ أنا تقريبا مثلك، ولكن ذهبت إلى كوريا لأرى عائلتي، وعندما وصلت في المطار رأيت أهلي، ومن الحماس ركضت وتزحلقت أمام الجميع. حقا؟ أجل، لما تضحكين؟ أنه محرج. أنا آسفة. سيونغ، لقد أتى صديقي. أحدث نيكي. سيونغ. جيمين، كيف حالك؟ منذ زمن لم أراك، كيف كانت الإجازة؟ ممتعة. وأنا أيضا لقد ذهبت إلى كوريا ورأيت عائلتي. أريد أن أعود. هذه الذي معك. مرحبا، أنا اسمي جيمين. أنا اسمي ميسا. تشرفنا. لحظة، ميسا؟
سيونغ، صديقتك منذ الطفولة؟ أجل، لقد أتيت من كوريا لكي تدرس هنا. أوه، لقد كبرتي. كيف حال أخيك شون؟ أنا بخير. أريد أن أرى، هل يمكنني أن أزوركم غدا؟ حسنا، لم لا؟ حسنا. سيما كايلا هنا؟ لماذا؟ سيوك، النميسة جميلة جدا. عرفني عليها. عجبتني كثيرا يا سيوك. جيمن، ماذا بك؟ لا شيء، إنها جميلة. جيمن اهدأ. هل رأيته سوك؟ لا. حسنا، سوف أذهب لكي أبحث عنه، لكي يذهب مع ميسا للمحاضرة، لأنها هي في نفس القسم. إدارة أعمال؟ أجل، انتبه عليها الآن. حسنا، أنا انتبه جيدا. شكرا. ميسا، أنت إدارة أعمال؟ أجل، أنا علوم حاسب مع سكيبر. هذا جميل. أين هو؟ أنا أبحث عن صديقي هوسوك، أنه مثل قسمك، سوف أذهب معك. حسنا. رسلان، من هذا؟ هذا؟ أنها صديقة الطفولة، صديقة صديقي سيونغ. هل تعجبك؟ لا، أنا أحبك أنت. إنها جميلة وتبدو كورية. أجل، إنها مثل ما قلت لك، صديقة الطفولة لصديقي سيونغ. هل تعرفها؟ كانت تلعب معنا عندما كنا صغار. هل أنت معجب بها؟ يبدو أنك معجب. أنت من ذلك النوع، عندما ترى فتاة جميلة تنسى صديقتك الأخرى. لا رسلان، لا، لم أقصد. لا رسلان، لا تذهبي. أين هو سيون؟ ما تركني هنا مع صديقي وهذا الأبلة. جميع أصدقاء سيون أغبياء. ماذا هناك يا فرنسي؟ امضي هناك. من؟ تلك الفتاة ذات الشعر الأسود الطويل. أي؟ تلك ذات الشعر الأسود الطويل. هذا؟ أجل، تبدو جديدة هنا. وتعيها مسكينة، فنظل نتحدث معها. حسنا، وفلنصبح أصدقاؤها. أجل. مرحبا عزيزتي. ها؟ Are you new? Yeah, are you the new girl? أجل، أنا جديدة هنا. تبدين تائهة. هل تنظر لأحد؟ أراك تنظرين في الساحة. أجل، لقد تركني صديقي. مسكينة. ماي جاد، تركها البوي فريند. لا، ليس البوي فريند. من إذا؟ صديقي عادي. هل تحبيه؟ أنا تحبه. أنا اسمي سوزان، وهذه صديقتي الجميلة بانزي. ما اسمك؟ أنا اسمي ميسا. اسم جميل، واو. من أين أتيتي؟ تبدين آسيوية. أجل، أنا من كوريا، أتيت هنا إلى مالبو لكي أدرس. واو، هذا جميل. هل تريدين أن تجلسين معنا اليوم في الكافيتيريا؟ حسنا، ليس لدي أحد أجلس معه. مسكين، لا تقلقي يا عزيزتي، سوف نصبح أصدقاء. حسنا، هيا فلنذهب. أي تخصص أنت؟ أنا إدارة أعمال. واو،
هذا جميل، لسه فريش نعرضه. من هؤلاء؟ من أنتم؟ كيف نذهب؟ يا لا يسفو جن، أين هم؟ جهاب! يوغي! ماذا بك؟ يبدو مضحكا. أين كنتم؟ كنا في حديقة الكلية في هذا الحار؟ أجل وسوك، أريدك أن تذهب مع صديقتي ميسا. لديك صديقة؟ من هذه ميسا؟ ميسا صديقتي من الطفولة، لا تتذكر؟ ميسا، أنا هناك، ألتفتي لي قميص أزرق. تلك يا ميسا، تلك؟ يا جلات الشعر الأسود، لكن كيف كونت صداقتهم بهذه السرعة؟ هؤلاء الوقحات، هانسي وسوزن، ما تصادق وقحات؟ ربما أرادوا التعرف عليها. حسنا، أنت يذهب معها إلى القاعة. وعرفها على الجامعة أنها جديدة. حسنا. ماذا فعلت في الإجازة؟ أنا ألفت أغنية. ماذا؟ حقا يونغي؟ لقد حمستني لن أسمعها. في الكافيتيريا سوف أجعلك تسمعها. هل سمعتها يا هوسوك؟ أجل، لقد أعجبتني كثيرا. واو، متى سوف تأتي الفسحة؟ هاي لوك، تعال إلى هنا. سكيبر، كيف حالك؟ أنا بخير، كيف حالك يا سيلينا؟ أنا بخير. سكيبر، لقد شفت لك كثيرا. وأنا أيضا. كيف حالك أنت وسيلينا؟ هل لا، نحن فقط زملاء. سكيبر ماذا بك؟ تناسبنا بعض جدا. سكيبر، لما تنظرين يا ميسا إلى تلك. تلك الفتاة السخيفة سكيبر، أخت باربي الفاشينيستا. أنا أختها أجمل منها كثيرا. من هذا الشاب الذي معها؟ هذا؟ هذا؟ إنها قصة طويلة يا عزيزتي. ماذا؟ سأخبرك إياها الآن. سوف نخبرها. أجل، سأبدا أولاً. هذا الشاب يدعى لوك، وهو صديق سكيبر منذ الطفولة. أجل، وهو كان حبيبها السابق. حقا؟ أجل. ولكن ذهبت مع شاب آخر وتركته المسكين. ذهبت لمن؟ ذهبت لي شاب يدعى سيوك. ولا أنا هو خطيبها. مسكين لوك، ولكنه يبدو أنه وجد فتاة أخرى. هو أيضا تلك الذي معه، الذي وقفتم بجانبه، تدعى سيلينا. أجل. يا إلهي يا ميسا، شعرك جميل. ماذا تستعملين؟ ما هو الشامبو؟ بالمناسبة، مرة أنا صديقة سيونغ. حقا؟ لما لم تخبرينا؟ أنا صديقة الطفولة. أنت أيضا صديقة الطفولة؟ واو، أنت مثل لوك. تمسك به يا عزتي، خذيه من سكيبر. لا أستطيع، أنه خطيبها وأحبها جدا. لا عليك، أن الحب مزعف، لا يوجد حب في هذا العالم أنيمور. حبيبتي، أنت جميلة أجمل منها وراقية وأنيقة. أجل، اذهبي وخذيه من سكيبر. دعها تذهب إلى لوك المسكين. انظري أنه يتحطم من الداخل. انظري إليه. يبدو سعيدا. لا، هذا فقط تمثيل، ولكن في الداخل أنه محطم. انتقمي من أجله. سوزن، هذا يكفي. هيا
هي هذا يكفي، فلنذهب لكي أريك الجامعة الكبيرة العملاقة الجامبو. هيا فلنذهب. لا ها؟ أوه ماي جاد، ماذا بك؟ لقد خسرت. اصمت، أنا صوتك عال. أنا آسف، ولكن هذه اللعبة السخيفة سأحذفها. أنت دائما تقول هذا ولن تحذف هذه اللعبة. أنت محق، أحب هذه اللعبة ولكن دائما أخسر. يا إلهي سوف أنهض. لوك 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 أنهم أصدقائي. أي مرحبا، كيف حالكم؟ نحن بخير. مرحبا سيلينا، مرحبا 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 سكيبر. هيا لوك فلنذهب للقاعة، أنا أريد أن أحجز لي مكانا في الأمام، لأن السنة التي فاتت لقد جلست في الوراء ولم أرى شيئا. وأنا أيضا. حسنا هيا فلنذهب إذا. سيلينا تستطيع أن تأتين معنا أيضا. هيا هيا سيلينا فلنذهب نرى لنا مكانا جيدا في القاعة. حسنا. انظر يا جيهي، أنهم يمسكون بأيدي بعض. أنهم كابل كيوت. أجل. هاي سكيبر. لانس. مرحبا سكيبر، كيف حالك؟ أنا بخير. ماذا فعلت بالإجازة؟ لقد سافرت إلى إيطاليا. تعلمين أنه موطن أمي الأصلي. ذهبنا لكي نرى أقاربنا. هذا جميل. أجل، ولقد التقيت الكثير من الصور. أجل أنت رأيت؟ أجل، أنا أحب إيطاليا كثيرا. ماذا عنك يا سكيبر، هل سافرتي؟ لا، لم أسافر، جلست في المنزل. هذا مؤسف. ومن هذا أيضا؟ هذا يا عزيزتي يدعى لانس، أمير الكلية. أوسم شاب في الكلية. ولكن قصته حزينة. ما هي؟ سوف أخبرك. هذا دوري عزيزتي. هذا المسكين لانس كان لديه خطيبة تدعى آليا، ولكن المسكينة أصابت بمرض خبيث وماتت. هذا مؤسف. أجل، وكانت تشبه سكيبر كثيرا. وعندما رأى سكيبر أصيب بالجنون وبدأ ينادي آليا آليا، وتمسك بسكيبر، وسكيبر بدأت بالصراخ تقول أنا لست آليا. ثم رأى سيونغ وأتى وضربه، وقام بضربه ضربا مبرحا. ثم أتت المديرة واصطحبتهم إلى مكتبها وفصلتهم أسبوعا. كل هذا من أجل سكيبر؟ أجل، كل هذا من أجلها. هذه لا أدري ماذا يرون بها. أنا فتاة عادية، ولكن بعين هؤلاء الرجال برينسس. أجل. أجل أجل أجل، إن هذا سكيبر يحطم الصخر. أنني أرى ذلك. وأنت يبدو عليك أنك سوف ترجعين الصخر إلى مثل ما كان، وتأخذين سيونغ من سكيبر. أليس كذلك؟ كيف عليها هذا من أجلي؟ من أجلي؟ أنا سكيبر سرقت ماي بوفرند. كيف سرقت؟ هو أعجب بها وتركني. ماركس ماركس، عد أرجوك. I miss you. من هو هذا ماركس؟ أنا حبيبها السابق، لقد أعجب بسكيبر وثم تركها. وهل سكيبر أخذت؟ لا، لا تحبه. Oh my god، توقف يا سوزان. Forget that boy. هيا انها. أنا أعرف جميع القاعات هنا وأعرف الكلية جيدا. حسنا. أجل لقد تأخرنا جدا. هيا فلنذهب إذا. هيا تعالي الحقي بي. تعالي لهنا. Get up. It's so embarrassing.
بيلي انظري إلى هذا المقطع المضحك. انظري انظري. لما لا تنظري بيلي انظري 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 هذا المقطع في التيك توك. هذاك حساب في التيك توك عجان. ما هو بدنا نضيفك لأنا أخبرك. لما لا أنا اسمي في التيك توك شيز تركي. انظري أنا مكتوبا على ملابسي شيزي تركي. ايش من غبي. بلا اسم رائع. هيا بيلي فلنذهب إلى لقاء معا. ما رأيك؟ أوه لحظة قبل أن نذهب سأوريك هذا. انظري 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 بيلي بيلي انظري غرب عن وجهي. ولكن بيلي ألسنا أصدقاء؟ لا ألسنا أصدقاء. اذهب. انظري يا بيلي انظري توقف. انظري انظري بيلي اي بيلي ذهبت. سكيبر هاي سكيبر. مرحبا. أريد أن أعرفك على ابنة عمي. مرحبا مرحبا عرفت معرفتك. أنا اسمي كيرالاين. اسم جميل. أنا اسمي سكيبر. اسمك مميز لم أسمعه من قبل. مرحبا سكيبر. أهلا. من هؤلاء يبدون جدد. أجل أنهم صديقاتي. أنهم جدد في الكلية. من أين؟ أنهم عربيات. حقا؟ أجل أنهم من بلد المغرب. تشرفنا. هذه اسمها هيا وهذه سميرة. تشرفنا. أنا سكيبر. حسنا سكيبر أنا ذاهب إلى القاعة. حسنا أنا سوف أتي الآن. احجز لي مكانا جيدا. حسنا. هيا. نعم. أنت أي قسم؟ أنا إدارة أعمال. أنت مثل صديقي لوك. من هو هذا لوك؟ إنه صديق لي. وأنت يا سميرة أي قسم؟ أنا تصميم داخلي. أنت مثلي. أنت مثل جيهي. هذه صديقتي. هل تريدين نذهب معا؟ أجل. هيا إذن فلنذهب. لقد تأخرنا. أجل أنا أيضا علي الذهاب. حسنا عدكم يا فتيات سوف أذهب. حسنا وداعا سكيبر. نراك في الفسحة. وداعا. هيا سميرة فلنذهب. هل تريدين تجلسين بجانبي؟ أجل لما لا. هيا. ونحن أيضا هيا فلنذهب. حسنا. هيا فلنذهب نحن أيضا. هيا. صباح الخير ستيسي. هل تنظر الباص؟ لا. كيف تسمحين لي سمع بأي؟ طبعا أنك أطفال نائمون ويصلوا من منازلهم. ما عرفت نعي. 1 2 3 عويت. أنا لا تخاف من القدائم. ومن الحماس قمت و... لقد أرسل كورة. وأنا أدوشو. عندما ترى فتاة جميلة تنسى صديق إليه. جميع أصدقاء سيوم. وشو؟ ما فهمت. جليلة أين تنتظرين؟ تنظرين؟ الله. الذي أتت معه. شو اسمه؟ وأريدك أيضا أن تنتقمي. تنتقمي. مسكينة ورائعة. مرحبا لايست كيف. لين. تعالين. Oh my god, get up! It's so embarrassing. انظري أنا مكتوب على شو اسمه. أريد أن أعرفك على
شو؟ أجل أنه صديقاتي أنهم جدتي في القرية. هيا فلنذهب للقاعة، هل فينا نجلس مع بعض جانب بعض؟